كابتن الكبير كابتن احمد السيد، مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا. لوف لاف يو. ايه جامبيز جامبيز. هلو حبيبي. اي ميس يو سو ماتش. يو اند جيبرتو. تميتو كون سعداء جديد. وانا تمام. كابتن احمد قول لي بقى، لما كنت في التدريب او في المران او في التقسيمه، كنت بتتفوق على فلافيو ولا فلافيو اللي كان بيتفوق عليك بصراحه؟ عايز اقول لك والله العظيم هو الوحيد اللي كان بيضربني في الفرقه. ايه ده كان عمال يقطع فيك دلوقتي ويقول انت اللي بتضرب. والله العظيم هو الوحيد اللي كان بيضربني في الفرقه، وكنت الوحيد اللي كنت بخاف منه. كنت بتخاف منه؟ بيقول لك كنت بخاف منك. كنت بتعمل له ايه طيب في التدريب؟ هو فلافيو. فلافيو ارا ديفيس اوجواتا. كان صعب جدا ان مهاجم يخوف احمد سعيد، لان هو كان حد من الاشخاص العنيفه شويه في التمرين. كان قوي جدا في الدفاع. فكان دايما من الاقوى اللعيبه، وطبعا كنا بنحترمه جدا في التمارين. طيب كابتن احمد تقول ايه عن امادو فلافيو، واحد من ابرز المهاجمين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي؟ طبعا انا بالنسبه لي انا يعني فلافيو وجلبرتو هم اعظم اثنين محترفين جم في تاريخ النادي الاهلي. عملوا كل حاجه الحمد لله، كانوا مؤثرين جدا في الفرقه. انت عارف ان انت لما بتجيب واحد محترف لازم يبقى اعلى من اللي عندك. لا دول اعلى بكتير، مستوى فكري مختلف، مستوى احترافي مختلف الاثنين، غير الافارقه اللي بيجوا مصر. يمكن فلافيو اول ما جه كان في شويه تعثرات معاه، لكن احنا كنا كلنا سبورت ليه وكنا في ظهره، لان احنا انا لعبت عليه في بيترو اتليكو وعارف امكانياته كويس قوي، وكنا كلنا بندافع عنه لان احنا شفناه. والحمد لله طبعا هو يعني اول موسم احرز هدف، بعد كده الحمد لله كان من مرعب لمدافعين افريقيا كلهم. صح. ودي حاجه فرقت معانا جدا طبعا. صح. في بطولاتنا. صحيح كابتن الكبير كابتن احمد السيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والمداخله.